سمعته من شريف شعبان، ده التدريب الاول بقياده مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. عندنا كمان خبر بيقول ان لجنه المسابقات في اتحاد الكوره المصري قررت ان طبعا لقاء النادي الاهلي هيكون قصاد بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه الساعه 6 مساء بدون جمهور، مش هيحضر جمهور في اللقاء القادم للنادي الاهلي. وطبعا المباراه دي هي مباراه بيراميدز مش مباراتنا احنا، مش مباراه النادي الاهلي. نرجع تاني نكمل اخبارنا معاكم ونروح لبوابه اخبار اليوم او الشروق الاول. الاهلي